يعتبر من مؤسسي الفن التشكيلي، ليس هذا فقط ولكن أيضا درس الديكور وتصميم الديكور خاصة في إيطاليا، أحد مؤسسين أو الأسماء البارزة في الجيل الثاني في هذا الفن وهذا المجال، الأستاذ ضيفنا في الاستوديو والفنان عثمان الخزيم. أهلا وسهلا فيك معنا. حياكم الله وأنا سعيد اليوم. يا الله ما أجملي هذا المساء بوجودي في روتانا، بوجودي مع أخواتي. اكتمل الجمال بوجودك. الله يخليك. أستاذ عثمان، يعني كنا بنحكي قبل دقائق معدودة من أنه إحنا نطلع فقرتنا اليوم، كنا بنقول أنه أنت ما شاء الله فنان تشكيلي، خطاط، شاعر، وأيضا مصمم ديكور، والحمد لله مصمم مجوهرات بالأسم، وأيضا مصمم مجوهرات. طيب أحكي لنا على عثمان الخزيم وهذا الإبداع، كيف خرج منه وكيف قدر أنه هو يسقله ويخرجه للمجتمع السعودي؟ أول شيء الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم الوالد الله يرحمه، نعم، علقني في الخط العربي. نعم. ومن أحب الخط العربي فهو في أشياء في معية جمال الجمال. صحيح طبعا. وبعدين أنا أمارس هذه الأشياء، يعني خلينا نتكلم زي أشبه بحالة العشق الدائمة. نعم. يعني عارف شيء يسمونه خمرة العشق، خمرة العشق هذه مع أدواتي أنا. يعني أنا ما أذكر إذا مر بيوم ولا ما استفد علما ولا ما اكتسب أدبا فما ذاك من عمري. فأنا متعود يوميا، مثلا أنا أرسم يوميا، هاجسي التصاميم يوميا، هاجسي الفن. يعني أنا يمكن أسوأ أب أسرة في العالم. ليه؟ لأني أتعبت زوجتي أنا وأتعبت أولادي حتى معي. أنا الحمد لله عندي أحفاد 9، ما شاء الله تبارك الله، وعندي أولاد 5 وبنت بسم الله. مهرة هي مديرة جائزة الملك خالد، مؤسسة الملك خالد. طيب مين من عيالك يشبهك أستاذ عثمان؟ الحمد لله أنه ما يشبهوني. عفوا لأنه جيد التنويع هذا، ترى التنويع الفكري والعقلي. صحيح. يعني تخيلوا لو كلهم رسامين. بس عادة أستاذ عثمان كل فتاة بأبيها معجبة. صحيح. إيه بس الإعجاب هذا ما يعني أنه أنا إذا كنت أنا معجب مثلا ب، خلينا نتكلم على سبيل المثال، مثلا إذا كنت أنا معجب بمحمد عبده معناته يصير صوتي حلو وأغني زي محمد. أكيد طبعا. هذا بس ما في واحد يعني من أولادك قدر ياخذ بالموهبة. هو هم يحبوا. يعني مثلا عندي هشام ولدي يشتغل في الجفت آيتم والهدايا وعنده نفس حلو، يعني برضو كرياتيف في الآخر، في فن يعني في الأخير فن ومبدع. وعندي حفيدتي بنتي رتيل اسمها، رتيل برضه فنانة، ما شاء يعني فنانة. طيب دايما يقولون أنه الفنان التشكيلي أو الفنان بشكل عام، خاصة اللي يرسم، اللي يحب الرسم، اللي يحب الأشياء الدقيقة، أنه بالنهاية لازم يكون معشوقته امرأة، يعني استوحى كل هذا من الامرأة اللي كانت معه أو اللي عاشت معه. نبغى نعرف هل هذا صحيح؟ على فكرة هذا الكلام بالذات يعني هو من قراءات خاطئة للشعر وللفن بشكل عام. أنا محبوبتي هي قضيتي. قد تكون قضيتك امرأة، قد يكون قضيتك وطن، أرض. صحيح. قد تكون قضيتك أي موضوع مطروح للرأي العام، للنقاش، للاختلاف، توازن. أنا قضية لوحتي. لوحة. لوحتي نعم. جميل. يعني أنا أعتقد إنه اليوم إذا ما قدرت أخاطب اللي في أقصى العالم، اللي في الصين، واللي في الجهات الثانية من العالم، نعم، من خلال لوحتي، أعتقد إنه أنا ما قدمت شيء يعني. جميل. وعلى فكرة إحنا في هذه الأيام في مجموعة من الشباب مسوين جاليري افتراضي. أوكي. هذا الجاليري افتراضي هذا على مستوى العالم. يعني بعد شهرين راح يكون في جاليري حق عثمان الخزيم، الزوار المتوقعين على مستوى العالم 1,000,000 في اليوم. ما شاء الله تبارك الله. حتى اللي مثلا إذا واحد في الصين دخل الجاليري عندي يجيني في الجوال تنبيه، أدخل أنا وياه وسولف أنا وياه، وبعدين يشتري لوحات، وإذا شرى اللوحات جميل. في شركة هي اللي تولى الموضوع. طيب هذا منجز كبير يعني على مستوى. لفتني الموضوع قد إيش يخدم أو يساعد الفنان انفتاحه على ثقافات أخرى. أنت بتقول إنك أنت الجاليري ده لو زار واحد من الصين
انت يجيك خبر انه في احد زاره، وبالتالي ممكن لو صار جاليري زي كده لفنان من الصين او مثلا من الهند او 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 نعم. قديش انفتاحكم على بعض كفنانين ممكن مثلا يساعدك بشكل او باخر او يعطيك فكره بشكل او باخر؟ الفنون متلاقحه على فكره، الفنون متلاقحه زي حديث العشاق. اذا مثلا انا اسمع، ممكن اسمع فرنسي غازل وحده او يتكلم قصيده وجميله وذا، يصير فيني شعر، يصير فيني كلام انه ابطلع. انا لما اجي ازور معرض مثلا اي فنان تشكيلي اخر سواء سعودي او عربي او اي واحد في العالم، لما ازوره في مرسمه او ازور معرضه او هذه كلها تثير فيك يعني جميل الانفتاح اللي بيصير. طب اكيد اكيد، شوف الانفتاح على فكره الانسان لو كان وحده. تعرفين انه لما تكوني انت في غرفه والغرفه فيها لوحه ما راح تبدع نهائيا لما تكون شخص وعايش لحاله. صحيح، لما تكوني مثلا انت في غرفه والغرفه هذه ما فيها لوحه معناته انت مسجونه. صح، لما يكون فيها لوحه لا معناته عندك شباك للتفكير. صحيح، اللوحه هي شباك للتفكير. الشباك اللي احنا نشوفه في اي غرفه نفتحها عشان نشوف اللي برا. اي لوحه موجوده عندنا حولنا هي مفتاح للتفكير. صحيح. سواء التفكير هذا ايجابي او سلبي. طبعا التفكير دائما هو يعكس معدن الشخص المفكر. صحيح. طيب استاذ عثمان، يعني وصفك الكاتب محمد المنيف بانك الصامد في عصر الشباب، ايش قصه هذا اللقب اللي اعطاك اياه وليه وصفك بهذه الطريقه؟ والله اخوي محمد ابو عبد العزيز الله يذكره بالخير شرفني، لكن اللقب انا وياها زي ما قال نزار قباني، اسمي انا دعنا من الاسماء، رانية ام زينب ام هيفاء. نعم، فاسخف ما نحمله يا سيد الاسماء. فهو الله يجزاه خيرا، اللهم اجعلنا عند حسن الظن اول شيء. وثاني شيء انا فني اصلا قريب من الشباب، انا لوحاتي هي للشباب. نعم، يعني حتى الناس اللي يزوروني في المرسم، اخر مجموعه كانت زارتني مجموعه من طالبات جامعه الاميره نوره في مرسمي على دفعتين، كانوا اخر دفعه. ولانه انا من الناس اللي اؤكد واحب ان اؤكد انه لم يعد للمدارس مجال في حياتنا، المدارس الفنيه القديمه الان. نحن الان في عصر حديث، في عصر حر، في عصر حر. نعم، في عصر حديث. قد القي عليك قصيده بكل اللغات. يا سلام، وهنا تكمن الصعوبه. صحيح، لكنه هذا الواقع اللي احنا فيه اليوم. يعني الواقع اليوم احنا ما عاد فيه ذيك المدارس اللي وجدت ايام بيكاسو وايام عصر النهضه وايام هذه، خلاص الان احنا في عصر تغير. يعني الان بجوالي انا اروح ادخل اللوفر. صح، اتفرج عليه واطلع. صحيح، واستمتع بكل اللوحات واطلع. صحيح، اروح متحف في كندا، في الصين، في اي محل في العالم. نعم، واستمتع باللوحات، ما يؤثر علي انا في لوحاتي اصلا. استاذ عثمان، انت من احدى الاشخاص والشخصيات البارزه جدا في الفن التشكيلي، ومن احدى المؤسسين للفن التشكيلي من الجيل الثاني كما ذكرنا في مقدمه الفقره. لكن خليني اقول لك حاجه، احنا فعليا الان يمكن بدات المملكه العربيه السعوديه تشهد عصر ونهضه غير مسبقه، ما صارت قبل كده في المملكة العربية السعودية. احنا كدولة عربية ويمكن كخليجية خاصة متحفظين نوعا ما. حبيت الفن وهويته في وقت يمكن كان صعب عليك انه انت ترسم، يمكن صعب عليك انه انت تلاقي اصلا الادوات اللي انت تحتاج انه تستخدمها. لو تحكينا عن بداياتك، لو نرجع بالزمن شوية لورا، بتحكينا عن هذه البداية. انا كنت في الخارج، في مدينة الخارج، وادرس في مدرسة، مدير المدرسة هو الوالد الله يرحمه ويسكن جنته. الله يرحمه. وحنا من عائلة الخزيم، بيت علم يعني. وكان الوالد، كنا في ذلك الفترة الخط، يقال يعني الخط للفقير مال. نعم. وللأمير جمال. فهو الخط كان يعني مصدر رزق. يعني كنت أنا في الابتدائي مثلا لما نعمل صحائف حاطية أخذ لي قرشين أو 4 قروش أو ذيك الأيام، فتعني الشيء الكثير بالنسبة لواحد طفل. نعم. في المتوسطة أذكر أنه سويت صحيفة، ومدرس التربية الفنية كلم المدير، مدير المتوسطة، وجاو المدير وطلعني على السبورة عشان أخط، لأنه بيتأكد هذا خطي ولا لا. والله الحمد لله.
إضافة إلى ارتباطي بالشعر والأدب، الوالد الله يرحمه كان يتعامل معنا من خلال الشعر. جميل. يعني تعرفين في بعض الأبيات في اللغة العربية كثيرة، أو كوني ابن من أتذكر كوني ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. الله. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. وهذا العصر ها أنا ذا. إحنا الآن في السعودية العظمى. صحيح. السعودية لم تعد تلك السعودية البلد اللي يمر طاريها على الناس طارف اللسان على مقر. السعودية نعم. الآن عفوا يعني. أنا اليوم أمام العالم كله. صحيح. أنا فنان سعودي وأرفع رأسي لأني سعودي ولأني فني أصلا بدأ من المملكة العربية السعودية. وأنا ابن هذه البلد. نعم. أنا اليوم فخور فيها. قبل كم يوم كنا في مهرجان مسك أهلا بالفن في درة الرياض، وكانوا الشباب والمجموعة الفنانين والفنانات يعني أنا احتفوا فيني كثير صراحة. أنا رحت أنا ويا صديق لي مهندس الله يذكره بخير أحمد تركستاني، رحت أنا وياه زيارة فكثير من الشباب وكثير يعني طوقوني كرم غير عادي صراحة. يعني أنت قدوتهم يعني بالبداية وبالنهاية، يعني أنت القدوة حقتهم. عشان كذا إن شاء الله نكون بس قدوة حسنة بإذن الله. بإذن الله طبعاً. طب أستاذ عثمان، يعني أبغى أسألك، أنت الآن خطاط رسام تشكيلي وغيرت من هالاتجاه وصرت مصمم مجوهرات، احكي لنا عن هالنقلة. هو ما في بمعنى تغيير، هو ترى هو مش تغيير، هو مرتبط. شوفي الفن، الفن إعادة صياغة الأشياء الجميلة إلى ما هو أجمل. صحيح. بكل مرح. شيء في كل المعايير. يعني إذا كنت بقولك صباح الخير اليوم وبقعيدها بنفس الريتم بكرة، لازم أقل شيء رتم الصوت بكرة يتطور شوي. صباح الخير، لا صباح النور. صباح البهجة. يعني هذا الله هذا يتغير كل شوي يتغير، والله مرة حلو هذا الحراك. ليش الشباب يتعلمون في اللفظ، في الكلمة، في العطر، في أشياء كثيرة ترى. أنت الملابس اللي أنت لابستها هذا فن، الديكور اللي احنا فيه هذا فن تشكيلي طبعا. عاد استاذ عثمان يدقق على اللبس، نعرفتهم ويشوف مين اللي تعرف تلبس. طبعا لا تعرف تلبس أكيد. طيب أستاذ عثمان، يعني أنا أراك كتلة من الجمال والإبداع، إذا تسمح لي أني أطمع فيك بما انك كمان شاعر، اذا تحب سمعنا شيء من شعرك. انا ترى ماني ما اغيب للاسف شعري، لكن عندي بيتين. عندي مقطع صغير. اذا فيكم احد يعزف عود اعزف في قلبي انا ما عندي مشكله. هذا يقول هز الوتر ليغن وملسمه لفن، ما دام قلبك حبيبي قبل الوتر ليحن، ما دام نبضك حبيبي طبق الأصل حب وطبق الأصل ظن، هز الوتر يا صاحبي خل الوتر ينجم. الله صح لسانك. يعني ما شاء الله زي ما كنا بنتقول كتلة من الإبداع والجمال. هذه هبة من الله، أنا أعتبرها هذه عطية. ربما مو كل الناس ممكن يكون عندهم هذا الشمل ما بين الرسم، يعني الخط العربي بحد ذاته هو رسم، الحرف لحاله. صحيح. هو رسم، فما بالك من يكون ما شاء الله يعني شعر ورسم، وكمان تقدر تنقل هذه الشغلات على المجوهرات. احنا ما سألنا عن المجوهرات يا استاذ. يهم الموضوع، يهم الموضوع. كيف ممكن نلقاها؟ كيف ممكن نشوفها؟ انا عندي في الانستغرام تقريبا من 7 سنوات او 8 سنوات انا عملت يمكن حوالي 3000 تصميم يمكن على مستوى الخليج كله، اوصل لكل انحاء المملكه والخليج. هذه انا اعتقد انه اهم هديه على مستوى العالم. انا لما اجي اقدم لك ارت وورك، تصميم اسمك مثلا ارت وورك داخل برواز، داخل علبه كبيره 40x50 سم تقريبا، بعدين داخل العلبه هذه نفس التصميم مجوهرات موضوع في علبه صغيره، فانت عاد تاخذين المجوهرات وتستعملينها صح؟ طبعا. بس الارت وورك هو اللي يوثق المناسبه اللي فيها الهديه. صحيح. صحيح. والله ممكن من جمالها ما البسها، خليها تحفه. لا عندك التصميم اصلا، هو التصميم موجود عندك. جميل. التصميم داخل برواز. وفي نفس الوقت احنا نكتب على العلبه من الخارج اهداء بشعر. نعم. يعني للمهدى اليه على لسان صاحب الهديه. نعم. استاذ عثمان شكرا على هذا الجمال، شكرا على الوقت الجميل اللي قضيناه معك، يعطيك العافيه. شكرا لكم انتم اللي طوقتوني بهالجمال، جمال روتانا وجمال
اهلا وسهلا. شكرا. ان شاء الله بنشوفك كمان في لقاءات ثانيه ان شاء الله. شرفتني انا. اي وقت انا بين ايادي رفتان. طول عمرك. سلام مشاهدينا، احنا مكملين باقي الفقرات لكن بعد الفاصل. تابعينا بعد الفاصل. هل عدم مواكبتنا لما يتعلق بالتكنولوجيا يعرضنا للاختيار؟